السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأصدقائي متابعين قناة محطة الألعاب الاستراتيجية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة اليوم معانا إن شاء الله وسلسلة فيديوهاتنا وحلقاتنا عن لعبة الجنرال زيرو والمودات. واليوم يا شباب إن شاء الله بنجيب لكم زي ما عودناكم دايما على قناتكم قناة محطة الألعاب الاستراتيجية، بنجيب لكم كل ما هو جديد في عالم الجنرال زيرو. واليوم حصريا وعندنا إحنا بس موجود لعبة جنرال زيرو مود القوات الماليزية لأول مرة على أي قناة عربية. مود القوات الماليزية مود رهيب جدا، ما فيش حد يعرف حاجة عنه. إن شاء الله أسيب لكم الرابط التحميل المباشر مع اللعبة أسفل الوصف اللي حابب يجرب المود إن شاء الله. إن شاء الله نستعرض النهاردة أكبر عدد ممكن من الجيوش اللي موجودة في المود، وهو بالمناسبة مفاجأة لأنه بيحتوي على عدد جيوش رهيب جدا. هنشوف مع بعضينا النهارده ان شاء الله شباب عدد الجيوش اللي موجود فيه. عندنا شباب اول حاجه عندنا الولايات المتحده الامريكيه، عندنا الصين شاينا، وعندنا الجيش العراقي موجود، وعندنا روسيا الاتحاديه، وعندنا الجيش الياباني، وعندنا الجيش الامريكي الخاص بالقوات الجويه، وعندنا اندونيسيا، وعندنا كوريا، وعندنا الجيش الماليزي، وعندنا الجيش التركي، وعندنا الجيش التايلاندي، وعندنا حاجة اسمها سولو ميلتان. تقريبا دي يا شباب منظمة إرهابية موجودة في آسيا، كانت على احتكاك بالجيش الماليزي والله أعلم، فحطوها يعني كبديل للجي اللي ايه في المود. عموما ان شاء الله نحاول ان احنا نجرب على مضض كده يعني كل جيش 5-6 دقايق، بحيث ان احنا نغطي المود تغطية كاملة ونشوف كل شيء، نشوف كل الأسلحة، نشوف كل الوحدات، نشوف كل التكتيكات اللي احنا ممكن نلعب بيها ان شاء الله. خليكم معايا، ركزوا كويس في الفيديو. هنبتدي ان شاء الله نجرب الجيش الماليزي هلعب ضد الصين، ونبتدي كده بسم الله. ده في جنرال زولكيفي، جنرال زولكيفي زي ما انتم شايفين يا شباب، طبعا التصاميم ممتازه جدا. ده العلم الماليزي اهو، ده الطاقه، مبنى الطاقه، ده الحفار. عندنا تصاميم رهيبة يا شباب، التصاميم جديدة بالكامل عليا، ما شفتهاش قبل كده في اي مود صراحة. المباني تصميماتها جديدة عليا بالكامل، ما شفتهاش في اي مود. ده المبنى الجنود اهو، ده السبلاي سنتر اللي هو مبنى السبلاي، ده مدفع، هنبني واحد هنا كده نجربه. ده الور فاكتوري، مصنع الدبابات يا شباب. ده مبنى المشاة زي ما انتم شايفين، ده اللي هو ماليزيا تي دي ام سولدير اللي هو الرايفل مان اللي هو بالرشاش، وده الروكت روبر اللي هو الار بي جي، وده الكوماندو بتاع الجيش الماليزي. عموما هنجرب كل الوحدات ان شاء الله مع بعضينا. ده مبنى الدبابات، عندنا حاجه اسمها بي تي 1، دي دبابه ماليزيه، ودي عدنان بي 1 ده مدرعه، ودي جاتلينج تانك. في عندنا هنا بعض المدفعيه هنجربها برده ان شاء الله مع بعضينا. احاول ان انا اجرب حاجه اسمها ابني اللي هو الباتل سنتر، ده اللي هو زي البروباجندا سنتر اللي بيبني لي يا شباب التطويرات وبيديني الوحدات المتقدمه. عموما دي الدبابه زي ما انتم شايفين التصميمات عامله ازاي، التصميمات رهيبه يا شباب. دي التصميمات زي ما انتم شايفين رهيبه. طيب المطار اخباره ايه؟ هنشوف دلوقتي مع بعضينا. ده المطار اهو، نبني مبنى فلوس. نحتل مباني النفط. China
ده مبنى بيجيب فلوس. ده المطار. ده باتشي. طلع باتشي. اخترت الطيارة دي. دي اللي هي الطيارة دي الاباتشي. تصميم رائع يا شباب، تصميمات رائعة في المود. بالمناسبة المود خفيف جدا، مش محتاج جهاز قوي او شيء، عادي خالص اي جهاز يشغله. ده المدفعية اللي احنا قلنا نجربه. ده مدفع يا شباب ب 5000، اسمه ارتيلري شوك ويف كانون، شكله هيبقى رهيب صراحة. عموما انا اتعاقدت على 2، احاول ان انا اجربه كده اشوف ايه الاخبار. طبعا انا مختار خريطة مصر. هختار النفط اللي انا احاول اطلع كمية مدرعات عشان تساعدني. ده المدفع شباب شكله رهيب. هنروح نجرب المدفع يا شباب. اوه بس للاسف الشديد يا لهوي يا لهوي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده هو للاسف الشديد مش دقيق يا شباب، لكن هنحاول ان احنا نظبط ال في هجمه علينا. نحاول ان احنا نتصدى لها. الله المدى بتاع الاسلحه ممتازه يا شباب زي ما انتم شايفين. تقريبا يا شباب في تطوير النووي، نحاول نبني التطوير بتاعه. يا سلام الله 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 الله. تطويرات رهيبة. لا ثواني ثواني ثواني، عندنا يا شباب صاروخ روكت لونشر، ده لازم نجربه بقى. ده لازم نجربه الروكت لونشر ده. ده انا ما خدتش بالي منه خالص. الجيش رهيب فعلا، الجيش الماليزي. تم تدمير الدفاع الصيني. الله عارف ان الطاقة هتقف، لذلك بنيت. الله الله يا شباب الله. حاول اعمل استطلاع بالطيران. دي زي ما تقولوا كده
قاصفة عاملة زي الاي سي 130 بس احنا هنجرب الوضع بتاعها. طب ممكن تعمل لنا ايه؟ ايه اللي ممكن تقدمه لنا؟ الله 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 والله يا مود رهيب يا شباب صراحة. هاجموا كل القوات. رأيكم نجرب السخوي؟ عملت اجتياح كامل. ده تطوير يا شباب الفويل اير مامب. مود رهيب يا شباب. ودي كانت تجربة يا شباب للجيش الماليزي. ندخل نجرب جيش ثاني دلوقتي وليكن مثلا الجيش التركي، نشوف ايه الاسلحة اللي فيه، نستعرض الوحدات، نشوف كل شيء ان شاء الله. نختار خريطة تانية. هما حاطين جي ليه على سن هو تركيا؟ عموما ماشي، انا فاكره ان هو الجيش التركي النظامي، قلت تمام، لكن مش مشكله، احاول ان انا اختار نشوف جيش اخر. ده الجيش الروسي يا شباب.
نبني المطار يا شباب، نحاول نبني المطار. دي هليكوبتر روسيا يا شباب زي ما انتم شايفين كده. ده مصنع دبابات. ده المطار. ده المبنى الاستراتيجي يا شباب. حاول اعمل استطلاع. الله، ده الطيران السخوية يا شباب، السخوية 47 زي ما انتم شايفين اهو.
بدأت حركة الدبابات. دي كانت تجربة لجيش الروس يا شباب. ان شاء الله هنخش على الجيش اللي بعده عشان ما نطولش في فيديو. هجرب مين؟ الجيش الاندونيسي زي ما انتم شايفين جنرال برومبونو. ده الجيش الاندونيسي يا شباب نجربه اهو بالكامل. ده تصاميم كامله بقى زي ما انتم شايفين كده. ده المفاعل بتاعنا, ده المبنى الجنود. والله يا شباب مود رهيب, مشروع رائع. انا شايف ان هو مشروع مميز جدا. ده مبنى السجاير اهو, ده مبنى الجنود. ده المطار يا شباب الاندونيسي. ده المبنى التطوير يا شباب. نمني هنا انترنت سنتر. ده مصنع الدبابات. عندنا هنا الدبابة دي جاتلينج تانك, وعندنا دبابة دراجون تانك نطلع كمية منها.
وعندنا تروب كولورا، عندنا الدبابة دي شكلها خطير جدا، ده اللي هو نبني هنا مبنى السبلاي عشان الفلوس. دي روحية ميك، طبعا هو المود ده الشباب لسه في كده التطوير، الاسماء مش متعدلة قوي، لكن لحد دلوقتي هو مود رائع صراحة. ده الهليكوبتر شباب، تقريبا دي المي 35. هنروح بالرجالة دي كده اشتبك شوف الدنيا فيها ايه. الله الله الله، الجندي ده تقريبا يا شباب بيفضي الدبابة من السائق، وبتقدر تحلها بقى كده، ميزة رهيبة في الجيش الاندونيسي بالمناسبة. دي كانت تجربة سريعة للجيش الاندونيسي. نخش على اللي بعده. نغير خريطة.
ده الجيش الياباني يا شباب زي ما انتم شايفين كده. تصاميم رهيبة. تصاميم رهيبة بمعنى الكلمة يا شباب. ده المطار الياباني يا شباب. ده مبنى الجنود. بس طويل كده شباب تبع الجيش الياباني. ده طيران انتحاري بينزل شكله جامد صراحه. نجرب الدبابات. ده الهليكوبتر الياباني يا شباب. Let's grease up.
الهجوم الياباني يا شباب. كانت تجربة سريعة لجيش اليابان. هنخش نجرب الجيش لبعض يا شباب. ده جيش السولو ميليتان اللي هي الميليشيات. هنشوف ايه الاخبار. تصاميم رهيبة يا شباب زي ما انتم شايفين كده. مبنى التطوير. Thank you.
تصميم رهيب يا شباب. كانت التجربة يا شباب لبعض الجيوش الموجودة في مود القوات الماليزية. نخلي بقية الجيوش ان شاء الله الحلقات القادمة. نشوفكم الحلقة